واحدة من اللحظات الجميلة المنفلتة من العادي والرتيب، لحظة خارج التراب الوطني مع واحد من الأصدقاء النبلاء، مع صديق عزيز فعلاً عزيز فعلي، الصديق الذي جعله القدر عنواناً كبيراً لرحلة صداقة امتدت وتمتد. لحظة جميلة بكل المقاييس، لحظة تختزل الصفاء وتختزل الجمال وتختزل النبل وتختزل كل ما هو ممتع لذيذ وراقي. لا بد أن هذه اللحظة أيضاً تختزل أكثر من سنتين من الفراق. Attention, c'est un peu chaud. Hein. C'est prêt. Et bon appétit. Merci infiniment. Merci. Stop de Dora. Bien que tu Dora, bien. Merci, c'est Aziz.